انا اعرف عنها حاجه من يوم ما خدتها وسافرت بيها الخليج وما رجعتش. جاي دلوقتي تنطط عليا وتقول لي فين هيام؟ انا اللي عاوز اعرف بنتي فين. صلي على النبي يا ست مهيام، مش كده امال؟ مش كده عليه افضل الصلاه والسلام. انا عايزه اعرف من يوم ما خدتها وبعدتها عني وكرهتها فيا. الله يجازي اليوم اللي احنا شفناك فيه يا اخي. ادي كل اللي حصل يا سامي. وطبعا هيام كتبت كل الاراضي والشقق باسمها. صدقني لحد اللحظه دي ما عرفناش هيام عملت ايه بكل الفلوس اللي لهفتها من ضيعه. طب والتوكيل اللي كان عامله لها؟ توكيل ايه يا سامي؟ ده كان كل همه انه يلاقيها، كان بيدور عليها زي المجنون. اختفت يا عيني، الارض انشقت وبلعتها، ما خليناش مستشفى ولا اسم الا ما سالنا عليها. لفينا الجمهوريه كلها من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها، مفيش فايده. طب يعني ملهاش معارف، ملهاش قرايب؟ يا سيدي اللي حضر كاتب كتابها امها وابوها وناس كده ما نعرفش شكلهم ايه ولا اصلهم ايه ولا فصلهم خالص. طب وشغله اللي كان في الخليج؟ شغله ايه بقى؟ ده قاعد 7-8 شهور يصحى من النوم ينزل في الشوارع يدور عليها. الله، طب ليه ما فكرتوش في اعلان في الجرايد مثلا؟ ما كانش معاه صوره ليها. الاغرب انه كان بيقول انها وحشته، عشان كده كان بينزل في الشوارع يدور عليها لانها وحشاه. طب وايه اللي حصل بعد كده يا محمود؟ فتريا كانت رافعه قضيه طلاق من سنين وخدت حكم غيابي. الكلام ده عرفته بعدين من الاستاذه عزيزه والسراج. طب وضيا اتصرف ازاي؟ في الاسم مضوع على اقرار عدم اعتداء على الهامل. بعد كده طب من طوله ساكت. نقلناه على المستشفى. الدكاترة قالوا عنده صدمة عصبية. وديناه مصحة نفسية قعد فيها 2 شهر يتعالج. خرج من المستشفى كاره نفسه وكاره الدنيا بحالها وكاره شقته. وطلع قعد في أوضة فوق السطوح. الدكتور حلمي كان بيعالجه. وهيام دي قدرت ازاي تاخد حكم الطلاق ده؟ لعبة شيطانية. ما تعرفش مين اللي رسمها لها ونفذها لها. لعبة شيطانية؟ لعبة ايه؟ في أول مرة نزلت مصر خلت واحد شبه ضيا تمام وأجرت شقة في حي أي كلام وفهمت صاحبة البيت إن ده ضيا، وكمان غيرت عداد النور باسم ضيا. يعني عقد الشقة ووصل النور بقوا باسم ضيا؟ أيوة، وركبت تليفون باسم ضيا بموجب التوكيل اللي معاها. كويس قوي، يعني كل شيء بيثبت إن دي شقة الزوجية. وفي يوم من الأيام سكان العمارة شافوا أكبر خناقة بين زوجين على سلم العمارة. وطبعا الخناقة دي كانت بين الراجل والست بتاعته اللي هي هيام. تمام. وراح الراجل في وسط الخناقة رامي يمين الطلاق على هيام وخد بعضه وجري. شيطانة بصحيح. جريت الهانم على الاسم وخدت 2 من سكان العمارة عشان تثبت إن ضيا رمى عليها يمين الطلاق. ده أول هام. ايه هو لسه في حاجات تانية ما قلتهاليش؟ بعد 15 شهر من اختفاء الزوج الوهمي قعدت امها في الشقة وبقت تنزل كل 2-3 شهر من الخليج وتقعد مع امها. امها اللي ادعت انها ما تعرفش اي حاجة. وبعدين خدت 2 من سكان العمارة وعملت محضر اثبات هجر الزوج. وشهد سكان العمارة على المحضر. ورفعت قضية طلاق. والمحكمة بقت تعلن ضيا على العنوان إياه. جلسة والتانية وكمان قدمت صورة من المحضر اللي عملته اللي السكان شهدوا إنه رمى عليها يمين الطلاق. للأسف المحكمة حكمت لها بالطلاق. دي إنسانة مجرمة وكان ممكن تثبتوا عليها الكلام ده وتتسجن. إحنا كنا في إيه ولا في إيه يا عوني؟ ضيا مرمي في المصحة. وسراج بيجري عشان يجيب عنوان الشقة من أرشيف المحكمة. وبعد ما انتهت شهور العدة الست اتجوزت واحد لبناني وسافرت معاه. أيوة، بس دي مسألة خطيرة جدا ومش في صالح ضيا بالمرة. قصدك إيه؟ قصدك يعني إنها ممكن تكون دافع قوي إن ضيا يكون هو اللي قتل هيام؟ ضيا لا يمكن يقتل هيام. أنا متأكد من اللي بقوله. بصراحة بقى أنا ماليش مزاج دلوقتي أروح البيت. خلاص،
تعال نروح اي حته نتعشى ونشرب لنا اي حاجه. امال الواد اسامه فين؟ خليته يسيب لي المفاتيح ويروح. يعني انت بقى هتوصلني البيت؟ يا سلام، يعني وراك السفاره يا خي، وصلك بيتي انت وراك حاجه تبقى تبات عندي. خلاص ابات عندك، ابات عندك، يعني مش مشكله. يلا. وانكل ضيا كانت حالته وحشه قوي، ومجوده ونناع عزيزه غيروا هدومهم وطاروا وراهم على القسم، وطبعا الحفله كلها باظت وحالتنا كلنا كانت كارب. مسكين عمو ضيا، هو عمل ايه عشان يقبضوا عليه؟ ما انا نزلت قبل ما حد يرجع ويفهمنا اللي حصل. يا خساره نكدتي عليا، انا النهارده كنت طايره من السعاده. كل ده عشان فافي سابت البيت؟ ان شاء الله بدون رجعه كل الامور ماشيه فله. ما تقوم بقى تغير هدومك وتحاول تستريح شوية. طب ازاي؟ ارمي حمولك على الله. ونعم بالله يا عيشة، انا عارفة ان مفيش اي كلام ممكن يتقال ويصبرك دلوقتي، بس ضيا تعبان ومحتاج لك، وانت لازم تبقى شديد وقوي عشان تقدر تسنده. أستاذة عزيزة بتقول إنه قال قدام وكيل النيابة إنه كان متفق مع هيام إن هما يرجعوا لبعض، تصوري. متفق مع هيام؟ قال إيه؟ الست كانت بتيجي تزوره هنا، تطلع له فوق في أوضته. إيه؟ شفت خيال الحب المريض وصله لفين؟ لسه بيحبها لغاية دلوقتي. لا يا محمود، ده ما كانش خيال. ما ده هيكون ايه يا حبيبتي؟ اصل ضيا مره قال لي ان فعلا هيام بتجيله، زي ما حصل امبارح حبيبتي، وطلعت ما لقيتش حاجه. انت فعلا ما صدقتوش وقلت ده بيهلوس. بتفكر في ايه يا محمود؟ كان في سؤال يا عيشه لازم نساله لنفسنا ندور على الاجابه. سؤال ايه؟ ازاي ضيا عرف عنوان هيام اللي راح لها فيه؟ يبقى ضيا ما كانش بيهلوس، هيام فعلا كانت بتجيله. تفتكري؟ يا ماجدة حبيبتي اشربي الليمون. طب عشان خاطري قبل ماجدة. you
فضلك يا هالة اخرج وسيبيني لوحدي. انت ناسي ناسي يا سامي بيه ابوك كان مركزه ايه؟ طب ده انا كنت بخاف اجي العب عند الفيلا معاك من كتر الحراسه اللي عليه. ايوه الكلام ده كان زمان، لكن بعد كده الايام حولته الراجل مشلول. الشلل بتاعه ده هو اللي خرجه من السجن. افراج صحي يعني. صدق وتامن بالله ان احنا بوسنا الايادي اياميها علشان نسفره بره يتعالج. صدق بالله انت، احنا ما عرفناش ان كان عنده شلل، افتكرناكوا يعني قدرتوا تهربوه بره. حياة كويس، بس انا نفسي افهم حاجه واحده دلوقتي، ايه اللي دخل سيره ابويا جوازتي بالمجده؟ شوف بقى يا سامي، يعني ابوك لو كان عايش دلوقتي كان هيوافق انك ان يعني اخو مراته يبقى قاتل. اللي حكايه الضيه اللي طلع قاتل. واللي يسمعك دلوقتي كده ما يشوفكش وانت بتسمع محمود وهو عمال يحكي. ايوه حكم، انا بحب الحكاوي قوي خصوصا من ابو الفضل. اما نعرف ازاي؟ شوف بقى يا سامي، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. انا صحيح يعني وافقتك في الكذبه يعني اللي كذبناها على محمود وقلنا ان ابوك كان عنده شركه مقاولات وخسرت وهو شربها. احتمال يعني يكون محمود فاكر ان ابوك عملها واسمه مش ظاهر وبحكم يعني مركزه الاجتماعي. ايوه صحيح، ده محمود مش شربها، ده شربها بالقوي كمان. قال ايه؟ ابويا انا مات مديون ومفلس. طب قول لي بقى يا سامي، هتعمل ايه بقى مع ربة الصون والعفاف؟ مش المفروض النهارده كنت هتبقى عريس؟ اخ المفروض كنت هبقى عريس، بس انا مش عارف ايه النحس ده. واللي بقول ان خلاص مجده بتقرب مني هتفتح قلبها وتتكلم تحصل حاجه تقلب الموازين. وانت عايزها تفتح قلبها وتتكلم وتقول لك ايه يا اخوي؟ عايزها تقول لها انها بتحبني وان انا بحبها. مش انت برضه اللي اخترعت موضوع الحب والغرام ده يا اخوي؟ مش لما تبقى انت تحبها الاول تبقى هي تقول لك انا بحبك؟ انا هحبها، هحبها بالقوي يا بنتي. بكره تشوف الايام هتعمل ايه. احب الرز يا ابو لابد، اديها ما تكلعهاش. تروحوا معايا فين يا جماعه؟ عايزين نروح يطمنوا على ضيا يا استاذه. ما ينفعش، ضيا على ذمه التحقيق ومفيش حد يروح له غير المحامي بتاعه. هبقى اتصل بيك يا محمود. اهو حياتك يا استاذه، بس عشان اطمنه. معقول المتهم ده يبقى اخو مجد ابو الفضل؟ يا عم ما يغركش المظاهر الكذاب، دي مجد ابو الفضل كانت كاتبه موضوع تاني في القضيه دي. بس الموضوع بتاعها ما كانش موضوعي، كان اخوي قوي. يا جماعه برضو ما كانش صح ان المجله بتاعتنا تتكلم في قضيه بالشكل ده. ايه كنت عايزه تدافع عنه وتطلعيه مظلوم؟ اطلعه مظلوم ولا اطلعه بالصوره دي؟ تقصدي ايه؟ المفروض ان احنا مجله حره ومستقله، يعني المفروض ان احنا نقف على الحياد. على الحياد ازاي اذا كانت التهمه لابساه؟ كان ممكن يبقى فيه اراء متعدده لو جبنا خبراء في علم الاجرام او في القانون
يتناولوا القضيه بشكل مناسب مش بالشكل ده. الصحفي الماهر هو اللي بيجيب معلومات من مصادر مختلفه ومتعدده مش من مصدر واحد. انت شكلك كده ما انتش ناويه تجيبيها البر. قصدك ايه بالكلام ده؟ لا المساله كده فيها كارت احمر. كارت احمر. المهم نطمن على ديا دلوقتي. سراج يتصل او يعدي ونطمن منه. المهم دلوقتي نعرف ضيا عمل كده ليه؟ ازاي يضيع نفسه؟ ضيا ما عملهاش يا مجدة. اللي هيام عملته فيه ابي خليه يعمل اكتر من كده. انت بتشك في اخوك يا مجدة؟ لا يا ابي، بس انا بحط كل الاحتمالات عشان اقدر اساعده. ضيا قال قدام النيابة انه ما قتلهاش. امال اتقبض عليه ليه؟ اخس عليك يا مجدة، انت بتشكي في ضيا؟ انت عايز تقنعيني ان ضيا قاتل؟ احنا لسه ما نعرفش الحقيقة فين. الحقيقة يا مجدة انت اكتر واحدة عارفة الحقيقة. عارفة ان ضيا ده اتربى على الحب، على الاحساس المرهف، اتربى على الفضيلة. حضرتك عارف ضيا حب قد ايه والحب ازاي عذبه؟ كنت متصور رد فعله يبقى عامل ازاي. الحمد لله عمل العملية وفاق من البنج شوية وبعدين رجع نام تاني. طب روح انت ناملك شوية واتصل بالجماعة بالتليفون طمنهم على ضيا، احسن دول على اخيرهم. طب مش عايزة حاجة قبل ما امشي؟ نبقى نتكلم بالليل. انا منسيتش، صدقني يا بنا منسيتش، بس الدنيا هي اللي بتغير البني ادمين. الا ضيا يا ماجده، عارفه ليه؟ لان ده ما كانش حب، كان لعنه. الاستاذ كان فرحان وسعيد واتفق ان هما يرجعوا لبعض. شفت خيبه اكتر من كده؟ ترجعي تقولي لي قاتل؟ انا ما قلتش انه قاتل ولا اقدر اجزم بكده، بس انا بقول جايز. ماجده من فضلك وطي صوتك، مش عايز حد من العيال يسمع الكلام الخايب ده. انا كلامي خايب يا ابي؟ انت متصور ان انا ممكن اتخلى عن ضيا؟ ما اللي انت بتقوليه ده ايه بس؟ انا مستعدة اضحي بنفسي ولا حد يمس شعره من ضيا. الو، اهلا يا سراج. لا يا شيخ. طب الحمد لله، متشكر قوي يا سراج. لا انا في البيت مستنيك. مع السلامه يا حبيب. مع السلامه. ضيع عمل عملية وبقى كويس الحمد لله. ضيع الحمد لله على السلام. ها؟ ايه يا ضي؟ بتبصي لي كده ليه؟ انت مش عارفني؟ انا طنطك عزيزة. هيام؟ هيام مات؟ معقول هيام مات؟ معقول؟ ضي انا عايز اعرف ايه اللي حصل. ما اعرفش ضيا ما تعملش في نفسك كده، انت لسه عامل عملية وجرحك مفتوح. يا مراحت يا مراحت يا طنط عزيزة، وانا عايز اعرف راحت ازاي. ازاي بس؟ يعني ما كنتش قادر تقول لها كلمتين حلوين؟ هو ده اللي مزعلها يا عمتي مجدك؟ ما تقصدش اللي انت فهمته يا محمود. دي قالتها صريحه يا عمتي، قالت جايز. مش جايز بتشك في ضيا؟ يا برضو معذور حتى انت يا عمتي. يا محمود يا حبيبي، ضيا مش طبيعي
ومحدش عارف حالته النفسية كان شكلها ايه لما راح للست دي. يا عمتي ملك، انا ممكن اشك في نفسي بس لا يمكن اشك في ضيق. ولو يا محمود، معلش يا حبيبي، مش وقت زعل بين الاخوات برضو. بقول لك ايه، وانا نازلة هعدي على مجدة وهقول لها اخوكي عايزك، تقول لها كلمتين حلوين كده. ده انت مفيش احن منك يا محمود. طيب يا ستي، بس انا سامع انك مروحة، هتروح ليه؟ اروح ليه؟ اشوف اشغالي بقى، ده انا من امبارح هنا. ده كل اللي يهمك؟ هو في ايه تاني بعد ما ماتت هيا؟ في انك متهم بقتلها. لا مستحيل، مستحيل أذيها. انت بتقول انك ما قتلتهاش وانا ممكن اصدقك، لكن عايزك تحكي لي التفاصيل اللي حصلت لك وخلتهم يتهموك. يعملوا يعملوا فيا اللي هم عايزينه. انا خلاص ما بقاش في حاجه تهمني. طب تقول ايه يا ضيه؟ دي جريمه قتل وممكن يكون فيها اعدام. يبقى ارتاح، ارتاح من العذاب اللي انا فيه. الزمه ده عنده دم، لا يحضر كتب الكتاب ولا يرفع التليفون يسأل على ضيه. جرأي ده شريكه في المحل. هو قال له بس شعرفه باللي حصل يا عيشة. يا سلام، ما تلاقي أمال قالت له على كل حاجة. يا ست، اللي يسأل يسأل وما يسألش إن شاء الله ما سأل. لا بقى، أنا حرف عليه التليفون وهعرفه شغله. أنا مضطر أقول لك بقى إيه اللي حصل. خير في إيه؟ قال له اتخانق مع أمال وسب لها البيت من يومين. يا لهوي، ما افتكرش بعد اللي حصل امبارح انه ممكن يجي يسأل او يتصل بينا حتى. لو رأيك ده كان صحيح كان خد بعده امبارح ونزل وقال انا مالي ومال الناس دول. ايوه يا هبة، بس حطي نفسك مكانه، يعني هيقول ايه في نفسه عننا؟ هيقول دي الظروف مدمازيل هالة. ما افتكرش ان هو ممكن يفكر بالشكل ده يا نانا. ليه؟ حمزة، قصدي حمزة بيه. يا نانا بص يا حبيبتي، احنا دلوقتي زي ولادك بالظبط يا ست الكل، بلاش الالقاب بقى. ميرسي. صحيح يا نانا، بلاش تنادينا بالالقاب، وقولي لي بقى رايك ايه. في ايه؟ حضرتك قلتي ان حمزه هيقول ان على الحصل ده امبارح ده ظروف، كان قصدك ايه؟ حمزه هو اللي جه وقبل ما يجي سال وعرف انهم ناس محترمين. يعني انا مش قصدي كده، يعني انا مش قلقانه اذا كان هو يجي ولا لا، انا بس يعني قلقانه هو هيقول ايه يعني على عمضية. المهم انت بتقولي ايه عمضية يا هالة؟ والله ما انا عارفه اقول ايه على اللي حصل. قولي، مش ممكن ضيا يعمل اذيه بني ادم. انت شايفه كده يا نانا؟ ضيا ابن عبد القادر بيه الله يرحمه، الراجل الطيب الكويس اللي ربى ولاده تربيه ولاد ناس. ايوه، ما هو جدي برضو مربي عم صلاح، وعم صلاح ما بيحبناش ومقاطعنا. مين قالك ان صلاح متربي على ايد عبد القادر بيه الله يرحمه؟ ازاي يا نانا؟ صلاح طول عمره عنيد ودايما كان فيه مشاكل بينه وبين عبد القادر بيه الله يرحمه، وساعات كان ينزل يبات عند فهيمة هانم الله يرحمها. عمره ما سمع كلام ابوه، مش زي فهم الله يرحمه، ولا زي باباكو، ولا زي عمكو ضيا. صلاح حاجة تانية خالص. لارا لارا لارا. أيوة يا بابا. صباح الخير يا حبيبي، تأخرت حضرتك في النوم ليه النهاردة؟ لارا، نمر التليفون، دكتور عزمي في أجندة صغيرة في جيب الجاكيتة، طلعيها وكلميه وخليه يجي لي هنا على طول. حاضر. حاضر.
منورة يا عيشة. بصراحة بقى أنا مش مصدقة. معقول يا حبيبتي تجيني وأنتوا في الظروف اللي أنتوا فيها دي؟ بقول لك يا بنتي أمال، سيبك من الظروف ومن الكلام ده، ردي على سؤالي. وبعدين يا إيشيش ما تكبريش مواضيع عمار. نفسي أعرف بتضغطي على نفسك ليه بالشكل ده ومش عايزة تتكلمي؟ لا إله إلا الله، ما تردي عليا. اسمعي يا عيشة، أنا لما اتجوزت أخوك علوي يعلم ربنا أنا حبيتكوا قد إيه، لأني لقيتكوا ناس طيبين، عاملتوني على إني أختي ليكوا مش مرات أخوكوا. وطبعاً كلكم وطنط عزيزة كوم دي بقى عايزة مجلدات عشان أقول قد إيه أنا بحبها وبحترمها، مش عشان هي بتعاملني زي بنتها، لا، عشان أنا معجبة بيها قوي، معجبة بقلبها الكبير وبدماغها المثقفة الواعية. الله، طب إيه اللي اتغير يا أمال؟ بصراحة أنا مش عايزة أخسر حد فيكم. وتخسرين عليا بنت الناس؟ لأنك أخت علوي وهتزعلي مني لما تعرفي أنا ناوية أعمل إيه. هو أنت هتعملي إيه؟ ناوية أخد حقي مني. هو ماله؟ لو كان بما يرضي الله ما حدش فينا يقدر يفتح بقه معاكي. شوفي يا عيشة، أنا بصراحة استحملت كتير وتعذبت كتير وكنت ناوية أعيش وأستر على بيتي. احنا عارفين وكلنا نشهد لك بكده والله. انا دلوقتي قاعده في بيتي وقافله بابي عليا انا وولادي، ومش ناوي ارد له اللي هو عمله خالص، لكن لو علمي زودها عن كده قسما عظما لارد له القلم 10. يا اختي ربنا يهدي الاحوال. عرفتي ليه بقى يا عيشه ان انا مش عايزه حد فيكم يتدخل؟ اديني سمعتك. تسمعيني انت بقى؟ خير يا حبيبتي. بصي يا امال، لازم تبقي متأكدة إن لنا ولا شوقية ولا فوقية ولا أمي طبعاً ممكن نوافق على الظلم أبداً، حتى لو كان من علوي وهو ابنها وأخونا، مش عشان مخلوق، لأ، عشان الخالق. عشان كده لما أشوف علوي أخويا بيظلم يبقى لازم أقفله قبل ما يرمي نفسه في النار، ده حقه عليا. عشان كده لازم أتدخل بينكم، وزي ما سمعت منك لازم اسمع منه واعرف هو اللي بيعمل فيكي كده. اتفضل يا انكل. الله، امال ماجده فين؟ هي اخدت حبايه مهدئ وراحت في النوم، وهو نزل يصلي صلاه الجمعه. طب وماما فين؟ هي قالت انها رايحه مشوار كده، بس هي ما حددتش هي رايحه فين. وحضرتك كنت عايزها؟ اه، كنت عايز اقول لها ما تدخلش المطبخ النهارده لاني عارف ان ظروفها هي وبابا صعب قوي. انا بعت اجيب غدا من بره وهبعت اسامه السواق يجيبه. طب اتفضل يا انكل. لا يا حبيبتي، هشوفكم على الغدا ان شاء الله. خلاص اوكي، باي باي. واضح يا دكتور ان الانتيبيوتيك اللي انت بتاخده ما عملش اي تاثير. بس يا دكتور انا خدت مسكن اقوى لان انا كنت بتالم طول الليل. طبعا يا سيدي، وانت عارف وسيدي العارفين ان المساله مش مساله مسكن، المساله مساله انفعال، وواضح انك انفعلت وانا عارفك. فعلا يا دكتور انفعلت كتير يعني، بس ما حضرتك عارف ان الامر ما بيخلاش. لا يا سيدي، طبعا انت عارف ان احنا لازم ما اكونش فيه انفعال، المساله مش هزار. هو بابا عنده ايه يا دكتور بالظبط؟ واضح ان مناعته قلت والتهابات وصلت لاماكن كتيره قوي في جسمه، العمود الفقري والتهابات في المثانه، بس لازم ياخد العلاج ده. طيب يا دكتور بالنسبه للاكل، بابي هياكل كل الاكل ولا في اكل معين مسموح بيه؟ مساله مش مساله اكل، هو ممكن بس الحوادق والدهون هي اللي ممنوعه، بس الدواء ده لازم يجي دلوقتي. انا هجيب الدواء يا بابا. اهلا اهلا يا عائشه. الظروف السعيدة اللي فكرتك بيا؟ ما كنتش عارف انك بتفتح يوم الجمعة. بفتح. الموضوع بقى يعني اصلك لقيت كاتب الكتاب ولا سألت؟ جيت انت راحة لام النواح وعيطت لك. ما فتحتش بقها بكلمة. انا مش عايزها كده من غير لا حق ولا مستحق. ما حدش له عندي حاجة. اصلك جاهل. بص يا حبيبي، زي قبل الجواز ما بيبقى فيه مهر وشبكة، عند الطلاق بيبقى فيه حق ومستحق،
اللي له حاجة يدور عليها، هي المحاكم فاتحة. مش بقولك غبي؟ بعدها لك بقى في زفرة اللسان دي. مش قد غباوة قلبك عيشة. عملت لك ايه البنية عشان تعمل فيها كده؟ انت اختي ولا اختها؟ ملكش دعوة، انا جاي افوقك وردلك عقلك قبل ما تخرب بيتك بايدك. والنصيحة وصلت، شكر الله وسعياكم. يا غبي. وبعدها لك معلش، ليكي جوزي ترد عليه. امشي، ايش وصلك انت لجوزي واخلاقه؟ ماشي، مقبولة مني، ما انت برضو اختي. حد الله يا عيب، حد الله بيني وبينك، وحدود الله هي حقوق امان. لما تقوليش ابي قابليني. حد الله يا عيب، حد الله، وحدود ربنا هي حدود امان. سمسم، قاضي يا سمسم. ايوه يا باشمهندس. عارف المحامي الكبارة اللي ساكن في العمارة اللي جنبنا؟ الأستاذ عطية أمين المحامي؟ عليك نور. اخطف رجلك لحد هناك وحدد لي معاه ميعاد الليلة دي ضروري. طير هاتي. حمامة. فافي، ضروري تعلميه الأدب. بعد إيه بقى؟ ما خلاص. فات الأوان. أوان إيه اللي فات يا فافي؟ الكلام ده كان زمان. أيام كان لينا ظهر نتسند عليه، لكن دلوقتي كل شيء اتغير. إيه اللي اتغير بس؟ حاجات كتير قوي يا ميمي. أولاً إن أونكل طلق ماما. وإيه يعني؟ يعني كتير. زمان كان في بينهم مصالح مشتركة وكان بيخاف منه جداً، ما كانش ممكن يزعلني. وعرفتي الكلام ده من إمتى؟ من ساعة ما تصرفاته اتغيرت معايا، وبقى بيفضل بناته عليا وبيسمع كلامه. خلاص سيبيه يرن. يرن ده حتى مفكرش يسأل عليا. وحسك عينك ترفعي سماعة التليفون وتسألي عليه. خلاص بعد كل شيء ما راح، ما عادش في شيء ممكن ابكي عليه. لا، في شبابك وجمالك، هم دول اللي لازم تحافظي عليهم. انا انت لازم يعرف قيمتك ويجي لحد عندك ويصالحك. ساعتها بقى اقدر احط كل شروطي ويشتري لك فيلا بدل اللي كتبها باسم بناته. تفتكري ممكن ده يحصل؟ طبعا، يا اما ما ترجعيلوش وانا اجوزك سيد سيده تاني يا ميمي. تاني وتالت ورابع. ايه انت منشين على حد؟ قومي غيري هدومك وبينا على النادي. يا حبيبتي كان لازم انزل اصلي الجمعه. يعني ما نمتش خالص؟ ولا يهمك. قولي لي عملت ايه مع علوي وامال؟ بعيد عنك متفرعن، بس امال شكلها ناوياله. هو اللي جابه لنفسه. اللي بيشير قربه مخرومه بتنقط على ظهره. اكيد هيجي يوم ويندم. ما مالنا احنا هنشيل همه. الو، اهلا يا حمزه، ازيك يا ابني؟ انا قلت اسال على حضرتك، يمكن تعوز مني اي خدمه. لا شكرا على واجب يا عمي، انا تحت امر حضرتك في اي وقت. ماشي يا عمي. باب يا حمزه، مع السلامه. علوي الله يكتر خيره، ما جاتش من علوي اخويا. ما انت بتقولي لي انك ما قلتليش حاجه عن ضيه. هشوف مين. اهلا وسهلا. خش يا اسامه. ايه الحاجات دي كلها؟ الغدا كل ده. طب حط من فضلك على الترابيزه. اهلا. ايه النور ده؟ اهلا. ازيك يا سمسم؟ اهلا يا سامر، ازاي الحال؟ كويس الحمد لله. اهلا بيك. قولي مفيش اي اخبار عن ضيه؟ لا والله لغايه دلوقتي مفيش اخبار. ايه الحاجات دي كلها يا راجل؟ ده معقول؟ اتفضل. أظن وجود حضرتك دلوقتي جنبه ملوش أي لازمة. مش جايز النيابة تيجي تكمل التحقيق معاه؟ لما حالته تتحسن، لأن بعد حالة الهياج العصبي اللي حصلت له أنا اديت حقنة منوم ومش منتظر يصحى قبل 7-8 ساعات. أنا من رأيي إن حضرتك تبعت تجيب له طبيب نفسي. ما هو الدكتور لطفي بيكتب التقرير بتاعه،
والنيابة هي اللي هتقرر. يعني حضرتك شايف انه مش هيصحى دلوقتي؟ اكيد يا هاني، لان المنوم قوي وانا هخليهم يستمروا في الجلوكوز، لانه واضح ان عنده حالة ضعف عام غير انه ما اكلش بقالي يومين. والله ما هيجي لي نفسي اكل لقمه من غيرك يا زليخه هانم. ميرسي يا عيشه هانم. ايه عيشه هانم دي؟ قولي لي عيشه حاف كده. يلا بقى يا ننه تعالي معانا. يلا يا ماجده قومي غيري هدومك كده وضبي نفسك شويه، سامي فوق. انا فايقه له ضر اخر يا عيشه. ماما صحيح هو حمزه سال علينا؟ صحيح، فيها حاجه دي؟ وزي ما قلت لك احنا هنا اصحاب البيت، فاهمه؟ وانا قلت حاجه يا هانم. ايوه قلت. واللي انت قلت لها بقت بره البيت دلوقتي، عايزه تحصليها. ونزموا ايه بس قطع العيش ده يا هاني؟ وانا ليا بركه غيركم. ايوه البركه هتحل لو انت سمعت كلامي وكلام الست ده هاني وتمشي زي الالف. يلا طلعي سنيت الغدا لبابي عشان يلحق ياخد الدواء قبل ما انزل. حاضر يا هاني. انت خارجه؟ اوام اوام، هروح اطمن على الجماعه وارجع جاي. الو يا كان، ازاي عم ضياء يعمل حاجه زي دي؟ مش ممكن يكون عمل حاجة زي دي، ده قتل وهو أبعد ما يكون عن القتل. لكن وجوده في مكان الجريمة والسكينة في إيده والست مقتولة جنبه شيء مش سهل. أنا بحب عم ضياء ولازم أقف جنبه كمحامية. طب وباباكي مش هيزعل من حاجة زي دي؟ والله أنا مش عارفة، بابا عيان قوي وأنا خايفة عليه. هحسبها كويس وأرد عليك. يعني حضرتك يا استاذه عايز تثبتي ان ضياء مجنون؟ انا قلت ان دكتور المستشفى هيكتب تقرير عن حاله ضياء العصبيه، وانا هكلف الدكتور حلمي يكتب تقرير للنيابه عن حالته النفسيه، وبالطريقه دي النيابه هتستدعي دكتور نفسي يكشف على ضياء ويقدم تقرير عن حالته، وانا بالطريقه دي اقدر احوله على مستشفى نفسي مؤقتا تحت ذمه التحقيق، علشان يعني اجنبه الحبس في التخشيبه او في سجن الاستئناف. الله ينور عليك يا استاذه، ده معناه اننا لازم نحاول ان نثبت ان ضياء مجنون. يا محمود انت ما تعرفش حالته كانت ايه لما فاق من البنك. طب حضرتك يا طنط ما حاولتيش تتكلمي معاه يعني تفهمي منه اللي حصل؟ هو انا عرفت اتفاهم معاه، ده طول الوقت بيعيط على هيام. شفت يا ست ماجده، انا قلت لك ضياء كان مجنون بحب هيام، مجنون بيها. طب هل ده تصرف طبيعي؟ شخص عشان ينتقم لنفسه يوم يقتل؟ لا لا. عموما انا اتصلت برئيس المباحث وهو مستنينا الليله علشان يقول لنا كل حاجه. انا اسف الازعاج، انما كان لازم اجلس سيادتك قبل ما اتصرف اي تصرف كده ولا كده. خير ان شاء الله. ايه الموضوع يا استاذ علو؟ أنا لمؤاخذة كده عايز أطلق مراتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه يا أستاذ علو؟ اللي حصل بقى، وكل ما أجيب لها السيرة تقول لي حقوقي حقوقي. تطلع إيه حقوقها إن شاء الله؟ مش فاهم. حقوقها الشرعية يا أستاذ علو. الشرعية اللي هي لمؤاخذة مش فاهم. شوف قبل ما أشرح لك في التفاصيل دي كلها عاوز أدردش معاك شوية. أرجوك ندردش مع بعض. عاوزك تتكلم معايا بمنتهى الصراحة، الست بتاعتك عملت حاجة كده ولا كده؟ لا لا سمح الله، هي لا ليها لا في كده ولا في كده. الست المؤاخذة قفل، هي لو في حاجة كده ولا كده ما كنتش اتجوزتها من الأساس.